ولنقاش الملف السوري ومصير اللجنة الدستورية السورية التي ترعى مفاوضاتها منظمة الأمم المتحدة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المحلل والكاتب السياسي الأستاذ ياسر النجار. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا. أستاذ ياسر، كيف يمكن قراءة التصريحات الأخيرة المطالبة باستقالة المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون بعد فشل الجولة السابعة من المفاوضات في جنيف؟ بتصوري الأمر كان واضحا منذ البداية، ولكن مسلسل الاستقالات أو الخروج من هذه اللجنة يعني كان متواضعا حتى هذه اللحظة. 3 أعضاء فقط يعتبرهم الذين قدموا استقالاتهم. بتصوري الشارع السوري منذ البداية كان يعي على أن هناك مشكلة في موضوع إشغال المعارضة في ملف هو بالأصل لا يمت إلى الحل السياسي بشكل مباشر، وإنما هو عبارة عن شماعة أراد المجتمع الدولي أن يشغل بها شعوب العالم والشعب السوري من خلالها. لذلك أنا بتصوري عمليا يعني اللجنة الدستورية عندما انطلقت منذ سنتين ونيف كان الغاية منها إشغال المجتمع الدولي بأن هناك مسؤوليات يقوم بها الدول تقوم بها من اجل ايجاد حل سياسي او دعم وجود حل سياسي، ولكن في حقيقه الامر هي سلمت القرارات الدوليه وسلمت مسار الحل السياسي الى طرفي المعارضه في مجال مغلق غير مفتوح ولا يعني يدعم المسار الحل السياسي. نحن نتكلم عن مسار كتابه ما يعرف بمسوده الدستور، مسوده الدستور امر لا يمت بشكل مباشر الى الحل السياسي، ناهيك عن موضوع ان مسوده لا يمكن أن تكتب بهذا الشكل بعيدا يعني في هذه الظروف على وجه التحديد، وبعيدا عن أن يكون هناك استقرار سياسي. نحن نتكلم عن حالة استعصاء يعني أوصل بها النظام بشار الأسد الملف السياسي، وبالتالي عملية الضحك على الشعب السوري بأن لا بأس هناك مسار آخر جديد يمكن أن يتم بهذا يعني الدعم. الآن نلاحظ أن حتى جير بيدرسون نفسه يعني بات يعاني من هذا المسار ويريد ان يخترع اختراعا جديدا وما يسمى الخطوه مقابل خطوه. اذا في نهايه يعني ما نرى حقيقه نحن كشعب سوريين ان هناك عمليه اضاعه للوقت، هناك عمليه استنزاف لطاقات ولامكانيات البلد من خلال ان تزج البلد الى مسارات لا تمت الى الحل السياسي وتكون مسارات مضيعه للوقت. في هذا السياق، ماذا تبقى من اللجنة الدستورية التي شجعت عليها منذ البداية روسيا ووافقت بالمقابلة المعارضة على المضي بها رغم اطلاعها على المساعي الروسية لتطبيق القرار الأممي 2254 لصالح نظام الأسد؟ تصوري الآن بات المشهد أكثر وضوحا حول أن المعارضة نفسها التي يعني موجوده من خلال اللجنه الدستوريه ومن المفترض انها منضبطه من خلال هيئه التفاوض حيث انها هي مرجعيه ما يعرف باللجنه الدستوريه، لا يخفى على احد ان هيئه التفاوض معطله وايضا اللجنه الدستوريه شبه مصادره من خلال رئيس اللجنه ما يعرف بالمهندس هادي البحره الذي يمارس يعني الكثير من الامور ليس يعني بدون المشاوره مع اعضاء اللجنه الدستوريه وبدون المشاوره مع الاجسام الممثله في اللجنه الدستوريه. يعني بتصوري هذه الحاله التي اوصلنا بها المجتمع الدولي عززت مواقف الانا المتواجده لدى بعض اشخاص من المعارضه السوريه، وبتصوري السبب يعني الانفجار المسبب الحقيقي لعمليات الاستقاله هي عمليه التفرد التي يقوم بها هادي البحره ولا يلتزم بدون ذكر الاسماء، لكن الى اي مدى فعلا هذا التعطيل لمده سنتين او اكثر، فقط استسمحك، الى اي مدى انهكت المعارضه السوريه بعد مرور سنتين على هذه المفاوضات وعدم التوصل الى حل سياسي دبلوماسي كما تدعو الجهات الامميه او المجتمع الدولي؟ يعني بتصوري عندما نقول القرار 254 هناك أساس لتطبيق هذا القرار، ابتداء يجب أن يكون هذا القرار مدعوما من قبل الأمم المتحدة وهي المسؤولة عن تنفيذه وليس المعارضة التي هي التي يمكن أن تنفذه في ظل استعصاء النظام لهذا التنفيذ. الأمر الثاني عندما نتكلم عن اللجنة الدستورية وحالة يعني التعطيل التي تشهدها أو حالة الاستقالات التي تشهدها، يمكن أن
يعني ان نعزز للمشاهد او للمراقب للمشهد على ان هناك في مشكله حقيقيه من خلال هيكليه اللجنه الدستوريه، وكما ذكرنا رئاسه اللجنه الدستوريه ان تتخذ بعض المواقف بدون المشاوره. الامر الثالث انا بتصوري المعارضه السوريه الان ترى انشغال المجتمع الدولي وتسليم ملف الحل السياسي الى مسار يعني لا يجدي ولا ينفع، وبالتالي يعني هناك جزء من المعارضه وصل الى حاله احباط، وجزء اخر من المعارضه يرى في اللجنه الدستوريه ان حاله وظيفيه اكثر منها حاله انجازيه لدعم المسار الملف الحل السياسي. استاذ ياسر، ما الفرص الممكنه امام المعارضه السوريه اليوم لمحاوله استغلال الازمه الاوكرانيه واعاده القضيه السوريه للواجهه وعقاب او اصدار عقوبات ضد روسيا والنظام على الجرائم المرتكبه ضد المدنيين السوريين؟ تصوري وضعت يدك على الجرح بشكل واضح، أن المعارضة السورية يمكن أن تستثمر الآن خصوصا بعد استحضار المشهد السوري في ظل ما يحصل في أوكرانيا، أتكلم عن ما يعرف بسيناريو حلب بالنسبة لعمليات التدمير وحرق المدن التي يمارسها الروس في أوكرانيا. وأيضا نستطيع أن نقول أن المجتمع الدولي بشكل عام الآن مستنفر ضد روسيا التي يرى فيها أنها فعلا ترتكب مجازر، ولطالما كان الشعب السوري تسلط الاضواء على المجازر المسؤوله عنها روسيا من خلال استهداف المدنيين واستهداف المستشفيات وما شابه. الان انا بتصوري يمكن يعني بما معناه استثمار هذا الظرف من خلال توجيه تهم مباشره من خلال الادله والاثباتات والوقائع لاتهام روسيا بارتكابها جرائم حرب ولاندماجها مع النظام واشتراكها ايضا في مسارات جرائميه، وبالتالي انا بتصوري يمكن استثمار هذا الموقف من اجل حصار روسيا التي يمكن ان تصل مع المعارضه السوريه الى تخفيف حده اماطه يعني المماطله وتخفيف حده ما يحصل بتعطيل الملف السياسي بسوريا الانتقال السياسي. شكرا جزيلا لكم المحلل والكاتب السياسي ياسر النجار، حدثنا عبر الهاتف من مدينه اسطنبول التركيه.